ثلاثة أيام ما شعرت بإشي إلا فقط قلة الأكل في ثلاثة أيام الأولى. اليوم الرابع ما شميتش، وجدت إنه أنا مصاب يعني. فطلعت قعدت هناك في الشمس، وجابوا لي دكتور أخذ العينة هاي المغرب لو بيقولوا أنت مصاب. المهم تواصل مع الدكتور حسن، فأجا وجد الحالة صعبة هو صراحة يعني، هيك ما حكوا لي لما طالعين برا. أنا مش صاحي، فطلب تحليل للجسم كله قبل ما يشتغل، لأنه يعني هذا إجراء أعجبت فيه بعدين. أنا حللوا جابوا له التحاليل، بدأ يعطي العلاج، هذا شغله بعد بدأ. أخذوني على المستشفى، أعطوني إبري، فقلت للإبري معي، قلت رجعني على الدار، أنا ما بدي لداري، هاي تختي موجود عنه بغيرش، أنا مجهز هذه نفسيا وماديا ليوم كورونا أو يوم قلب مفتوح أو كذا. عندي أمراض أنا. شعرت بضيق نفس؟ موتور 20 وموتور 5 حطوا علي قبل الدكتور حسن، في واحد 5 بطل يجاوب، لما جاء الدكتور حسن ضاف الكبير. اليوم الخامس بديت أشعر بتحسن في النفس، خففوا العشرين لخمسة عشر. برضو في نفس اليوم في الليل نزلوا الـ15 لـ10. اليوم السادس أنا صليت وقعدت على الشباك، هذا الشباك هذا الصبح بدخلوا تيار هواء، قعدت بدون جهاز. أجا الدكتور اللي أنا قاعد الحمد لله، لو بلا جهاز قلت بلا جهاز. بعدها بدأ التحسن والحمد لله يعني. وشو طمني التطمين هذا كله إلا تواصلي مع الهلال يعني. صحيح. بالنسبة للعم أبو أحمد، كان نسبة الأكسجين نازلة بنسبة 65%، وتعتبر نسبة نازلة كثير مش شوي، فيها فيها خطر على الحياة. تم وضع العلاجات الطارئة له، تلقى العلاجات الطارئة، تم وضعه على جهاز على جهاز الأكسجين، مولد الأكسجين، كان يحتاج 15 لتر تقريبا لحد ما قدرنا نصل للليفل من الأكسجين اللي ما فيه خطورة على الحياة. كل الشكر اللي الله سبحانه وتعالى سخرك إلي في هذه الأزمة، وكان جهودك جبارة، والحمد لله كما أفادوا.